أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة القراءة والكتابة والمهارات الحياتية. في حلقة اليوم غادي نستثمروا ونوظفوا داكشي اللي تعلمناه في الحلقات السابقة من خلال إنجاز جوج تمارين، ونلاحظوا التمرين الأول على الشاشة. أكتب كل كلمة في مكانها المناسب لإتمام الجملة. غادي نعاود نقرأ السؤال ورددوا من بعدي. أكتب كل كلمة، أكتب كل كلمة في مكانها المناسب، في مكانها المناسب لإتمام الجملة، لإتمام الجملة. المطلوب منكم في هذا التمرين تملؤوا الفراغات بالكلمات المناسبة باش تكملوا الجمل، ونبداو بقراءة الكلمات. الكلمة الأولى، تفضل إلياس قرأ لنا الكلمة الأولى. مسؤوليتنا. تبارك الله عليك إلياس، مسؤوليتنا. انتقلوا الكلمة الثانية، تفضلي سلمى. أماكني. تبارك الله عليك سلمى، انتقلوا لقراءة الكلمة الثالثة مع خديجة. التلوثي. تبارك الله عليك خديجة، التلوثي. الآن غادي ننتقل لقراءة الجمل اللي نقصها الكلمات، باش يسهل عليكم تعرفوا على الكلمة المناسبة لكل جملة. أرمي النفايات في، وعندنا فراغ في وسط الكلمة، المخصصة لها. الجملة الثانية، أسهم في حملات التحسيس بمخاطر، وعندنا فراغ في آخر الكلمة. والآن تقلو الكلمة الجملة الثالثة، حماية البيئة، وعندنا فراغ في وسط الجملة، جميعا. على الألواح غادي تكتبوا الكلمة المناسبة للجملة الأولى. أرمي النفايات في، وكاين الفراغ في وسط الجملة، المخصصة لها. غادي تختاروا من بين الكلمات اللي عندنا وتكتبوا الكلمة المناسبة. عندنا مسؤوليتنا، الأماكن، التلوثي. ارفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم خديجة. شنو هي الكلمة المناسبة للجملة الأولى؟ الأماكن. تبارك الله عليك، الأماكن، ونوضعها مكان النقط. الآن تقلو الجملة الثانية، أسهم في حملات التحسيس بمخاطر، وعندنا فراغ في آخر الكلمة. غادي تكتبوا على الألواح الكلمة المناسبة للجملة الثانية. رفعوا الألواح. صحيح، تبارك الله عليكم خليد. صحيح، تبارك الله عليك خليد. شنو هي الكلمة المناسبة للجملة الثانية؟ تلوثي. صحيح، التلوثي، ونوضعها مكان النقط باش نكملوا الجملة ديالنا. الآن تقلوا الجملة الثالثة والأخيرة. عندنا حماية البيئة، فراغ في الوسط، جميعا. غادي تكتبوا على الألواح الكلمة المناسبة للجملة الثالثة. وحتى انتم أخواتي إخواني المشاهدين، انجزوا معنا التمرين. ارفعوا الألواح. صحيح، صحيح، تبارك الله عليكم. إذا سلمى، شنو هي الكلمة اللي غادي نوضعوه هنايا في الفراغ؟ مسؤوليتنا. عاودي من بعدي. مسؤوليتنا. تبارك الله عليك سلمى، ونوضعوها
مكان النقط. الآن غادي نقرأ الجمل بعد ما كملناها ونبدأ بالجملة الأولى مع إلياس. تفضل إلياس. أرمي نفاياتي في الأماكن المخصصة لها. تبارك الله عليك إلياس. الآن تقل القراءة الجملة الثانية مع خديجة. تفضلي خديجة. أسهم في حملاتي في حملاتي تحسيسي بمخاطر التلوث. تبارك الله عليك خديجة. والآن تقلوا لقراءة الجملة الثالثة والأخيرة مع سناء. تفضلي سناء. حماية البيئة مسؤوليتنا جميعا. تبارك الله عليك سناء. جيد، جميعا. الآن انتقلوا للتمرين الثاني. أنقرأ ورددوا من بعدي. أملأ كل خانة بما يناسب. نطلب منكم تلاحظوا المثال وتدخلوا ال على الكلمة، تدخلوا ال المناسبة على الكلمتين وتكتبوها في مكان النقط. ونلاحظوا الكلمة الأولى حيوان. رددوا من بعدي. الحيوان. صحيح، تبارك الله عليكم. الحيوان، شنو هي ال المناسبة اللي دخلت على هذه الكلمة؟ واش ال الشمسية ولا ال القمرية؟ تفضل خالد. القمرية. صحيح، وعلاش القمرية؟ حدفنا لها اللام وعنده السكون. تبارك الله عليك، اللام وعنده السكون، وفي آخر الكلمة كتكون غير حركة واحدة. الآن انتقلوا الكلمة الموالية ورددوا من بعدي. بحر. تدخلوا المناسبة على كلمة بحر وتكتبوها على الألواح، وكيف ما وضحنا من قبل القمرية هي اللام اللي كيكون عنده السكون والحرف اللي من بعده كيكون بلا شدة، وفي آخر الكلمة كتكون غير حركة واحدة. وال الشمسية اللام ما عندوش السكون وما كننطقوش به، والحرف اللي من بعده كيكون بالشدة، وآخر الكلمة كذلك حركة واحدة. رفعوا الألواح. فاطمة، الحيوان صافي سبق لينا قريناها، غادي نجزو كلمة بحر. انتبهي فاطمة. صافي، صحيح. تفضل إلياس قرأ لنا الكلمة بحر. ملي دخلنا عليها ال كيفاش غنقراوها؟ البحر. وشنو هي ال اللي دخلت على الكلمة؟ القمرية. تبارك الله عليك إلياس. القمرية، ونوضعها مكان النقط كيف ما كنلاحظوا اللام عنده السكون وفي آخر الكلمة حركة واحدة. الآن انتقلوا الكلمة الموالية ارددوا من بعدي. سماء. كذلك هذه هي الكلمة اللي غادي تكتبوا على الألواح وتدخلوا المناسبة عليها. وحتى انتما أخواتي إخواني المشاهدين نجزوا معنا التمرين. رفعوا الألواح. إلياس انتبه، الحرف اللي من بعد اللام اللي كتكون الشمسية شنو كيكون عنده؟ كذلك خالد انتبه للكلمة، كذلك فاطمة انتبهي. خديجة، شنو هي ال اللي دخلت على كلمة سماء؟ واش ال الشمسية ولا ال القمرية؟ الشمسية. صحيح، ال الشمسية. وكيفاش غادي نقراوها؟ السماء. تبارك الله عليك خديجة، تبارك الله عليك إلياس. ونكتبوها مكان النقط السماء، كيف ما كنلاحظوا اللام ما عندوش السكون بطبيعة الحال ما كننطقوش به، الحرف اللي من بعده بالشدة، وفي آخر الكلمة كتصبح غير حركة واحدة. ونقراو التمرين بعد ما انجزناه. حيوان. الحيوان.
الحيوان. بحر. بحر. البحر. البحر. سماء. سماء. السماء. السماء. تبارك الله عليكم، وهكذا نكون وصلنا لنهاية الحصة. وقبل ما نودعكم تنطلب منكم تراجعوا مضمون الحلقة لتعزيز الاستفادة وتثبيت التعلمات. والآن مروا المادة التربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم حصة جديدة من حصص مادة التربية الإسلامية. كنطلبت منكم في نهاية الحلقة السابقة تحفظوا الآيات اللي تعرفنا عليها واللي درسناها. نستمع الآن للاستظهار ديال خديجة. تفضلي خديجة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جيد خديجة، تبارك الله عليك. وانتبهي المد ديال على. على فيها المد ديال جوج ديال الحركات. تبارك الله عليك خديجة. والآن نستمع جميع لها قراءة هذه الآيات. نقرأ، أنتم استمعوا معايا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والآن شكون فيكم اللي يتفضل ويقرأ لنا هاد الآيات؟ شوفوا خالد، تفضل خالد. إن من الأول. نعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. انتبه خالد الخطأ. وحصل. وحصل ما في الصدور. عيد، ما فيهاش المد. لا، ما فيهاش المد. وحصل ما في. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. جيد خالد، تبارك الله عليك. والآن أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، غنعرض واحد الصورة على الشاشة وانتم غتلاحظوا معايا. إذن عندنا هاد الصورة هذه، أشنو تتلاحظوا فيها؟ نعم سناء، تفضلي. جوج الناس كيجمعوا النفايات. كيجمعوا النفايات، وشنو تنقصدوا بهاد النفايات؟ نعم، هي كل المخلفات ديال نشاط الإنسان في حياته اليومية داخل وخارج المنزل دياله. وتنلاحظوا أن كمية النفايات في تزايد مستمر وأحيانا تتراكم، والسبب ديال هاد الشيء تيرجع لعدة عوامل. وأهم هاد العوامل أولا الزيادة المستمرة ديال عدد السكان، حيث كل ما زاد عدد الأفراد تتزاد كمية المخلفات والنفايات ديالهم. وعندنا أيضا تطور العادات الاستهلاكية ديال الناس، بحال الإسراف في الطعام وفي جميع المواد الغذائية اللي تتشيط وتتفسد، وبالتالي كيرميوها في القمامات. والله تبارك وتعالى تيقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شوفوا هذه الآية على الشاشة، تردوا من بعدي. قال الله تعالى. قال الله تعالى. وكلوا واشربوا. وكلوا واشربوا. ولا تسرفوا. ولا تسرفوا. إنه لا يحب المسرفين.
إنه لا يحب المسرفين. جيد، تبارك الله عليكم. كانت هذه الآية في سورة الأعراف، وكاين سبب آخر أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، وهو تزايد النفايات المنزلية. واش هذه النفايات تتشكل ضرر على الناس أم لا؟ نعم خالد تفضل. تتشكل أضرار وأحيانا أخطار كثيرة على صحة الإنسان. نعم صحيح، خصوصا إذا كانت تراكمات في مناطق معينة. وشنا هي المخاطر الصحية اللي ممكن تلحق الإنسان بسبب التلوث ديال النفايات؟ نعم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين، كيتعرض الإنسان للبكتيريا والطفيليات وبعض الجراثيم، وهذا الشيء تيؤدي لحدوث الحساسية وبعض الأمراض اللي كتصيب الجسم، بحال أمراض العيون، الأمراض التنفسية والتعفنية، والأمراض الجلدية كذلك. وكاينه أمراض أخرى بحال أمراض الكبد والأمعاء، ومنها حتى أمراض معدية لا قدر الله. ولكن واش تتقتصر هذه الأضرار فقط على الإنسان؟ شوفوا خديجة، تفضلي خديجة. طبعا لا، إنما كاين أضرار ومخاطر البيئة، منها تشويه المنظر وروائح كريهة وغازات سامة، وتتشكل خطر على الإنسان والطبيعة واللي داير بينا. نعم صحيح خديجة، الإنسان والطبيعة والحيوانات، وأيضا تلوث المياه. وشكون السبب في نظركم، أو شكون هو المسؤول الرئيسي على النفايات والأضرار اللي كتنجم عليها؟ طبعا بلا شك عرفتوه، هو الإنسان. الإنسان بشكل كبير هو المسؤول على هذه الأضرار، كيف جاء في قول الله تبارك وتعالى في الآية اللي غنشوفوها على الشاشة، كيقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، في سورة الروم. والآن شنا هو واجبنا باش نحافظوا على صحتنا ونتجنبوا هذه الأضرار ونحافظوا على البيئة ديالنا؟ شوفوا إلياس تفضل. كاين مجموعة من الأمور، منها تجنب رمي الأزبال في الطرقات، ونحرصوا في نفس الوقت نحرصوا نرميوها في الأماكن المخصصة لها. نعم، ونوضعوا النفايات كذلك في الأكياس المخصصة لها ونغلقوها بإحكام، وفي نفس الوقت نوفروا الحاويات الكافية للنفايات. وأيضا تكون هناك توعية للناس بالحملات التحسيسية بالمخاطر ديال النفايات على الصحة وعلى البيئة ديالنا. وخصنا نمتثلوا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين القول النبي عليه الصلاة والسلام: وتميط الأذى عن الطريق صدقه. والآن نقرأ جميع هذه الخلاصة ديال هذا الموضوع. إذن إماطة الأذى عن الطريق عمل نبيل، وهو خصلة من خصال المؤمن. نعم، أتجنب رمي الأزبال في الطريق وأزيل كل ما يؤذي المارة. وكنستفد أيضا: أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. إذن أعيد هذه الخلاصات وترددون بعدي: إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل نبيل، عمل نبيل وهو خصلة من خصال المؤمن، وهو خصلة من خصال المؤمن. نعم، وكنستفد أيضا: أتجنب رمي الأزبال في الطريق، أتجنب رمي الأزبال في الطريق وأزيل كل ما يؤذي المارة، وأزيل كل ما يؤذي المارة. نعم، أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وتميط الأذى عن الطريق صدقه، وتميط الأذى عن الطريق صدقه. جيد، تبارك الله عليكم. وقبل ما ننهي أعزائي
حلقتنا اليوم تنطلب منكم تحفظوا سورة العاديات، وغادي نكلفكم باش تقترحوا نصائح وأفكار للحفاظ على النظافة وجمالية الأحياء ديالكم. غنتدارسوها في الحلقة المقبلة إن شاء الله. وصلنا الآن لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية، ننتقلوا لمادة الحساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنرحب بكم في الحلقة ديال اليوم من مادة الحساب. وفي هذه الحلقة هذه غنقوموا التعلمات ديالنا من خلال إنجاز جوج ديال التمارين. ونبداو التمرين الأول، انتبهوا معي على الشاشة، غنقرأ لكم التمرين. أضع علامة في أمام الجواب الصحيح. الساعة تشير إلى، إذا عندنا الساعة الأولى على جهة اليمين، واش هاد الساعة تشير إلى العاشرة أم الثالثة أو السادسة؟ والساعة الموالية تشير إلى الخامسة أو العاشرة أو الرابعة؟ والساعة الأخيرة تشير إلى التاسعة والربع أو الثالثة والربع أم السابعة والنصف؟ إذا المطلوب منكم هنا شنو مطلوب منكم سلمى؟ ضعوا علامة في كل خانة مناسبة لها. جيد سلمى، والآن بدأوا بالساعة الأولى. إذا العقرب الساعة إلى مدى يشير هنا يا سلمى؟ إلى السادسة. إلى السادسة، يعني كيتجهنا للسادسة. والعقرب ديال الدقائق يعني اللي طويل فين كيتجه سلمى؟ 12، يعني الدقيقة الصفر. إذا هاد الساعة هذه واش كتشير إلى العاشرة أم الثالثة أم السادسة؟ إذا شوفوا الجواب ديالك سلمى. السادسة. إذا فعلا هي تشير إلى السادسة، وغنوضعوا علامة في أمام السادسة. ننتقلوا إلى الساعة الموالية، ونطلب من إلياس هنا يقول لي فين كيتجه عقرب الساعة، يعني العقرب اللي هو قصير. يتجه إلى الخامسة. إلى الخامسة، جيد. وعقرب الدقائق فين كيتجه؟ 12، يعني الدقيقة الصفر. إذا هاد الساعة هذه إلياس واش كتشير إلى الخامسة أم تشير إلى العاشرة أم تشير إلى الرابعة؟ تشير إلى الخامسة. فعلا إلى الخامسة، وغنوضعوا علامة في أمام الكلمة ديال الخامسة. إذا انتقلوا للساعة الموالية، نطلب منك خديجة وتقول لي فين كيتجه عقرب الساعات، يعني العقرب اللي هو قصير. كيتجه للتاسعة. كيتجه إلى التاسعة، جيد. وعقرب الدقائق اللي هو طويل؟ إلى الثالثة. إلى الثالثة، والثالثة شحال كتكون عندنا فيها؟ 9 و4. فعلا خديجة، يعني كيتجه للربع. إذا هاد الساعة هذه خديجة واش كتشير إلى التاسعة والربع أم إلى الثالثة والربع أم إلى السابعة والنصف؟ نعم خديجة؟ إلى التاسعة والربع. إلى التاسعة والربع فعلا، وغنوضعوا علامة في أمام الكلمة ديال التاسعة والربع. إذا بهذا نكونوا انهينا التمرين الأول ديالنا، والآن مروا إلى التمرين الموالي واللي هو عبارة عن مسألة. إذا نقرأ لكم وتردوا من بعدي. أحل المسألة الآتية. أحل المسألة الآتية. إذا كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف. إذا كانت الساعة تشير إلى التاسعة والنصف. فكم سيكون الوقت؟ فكم سيكون الوقت؟ بعد مرور نصف ساعة. بعد مرور نصف ساعة. جيد، إذا إلياس شنو المطلوب منكم هنايا؟ يعني إذا عندنا دابا الساعة شحال فيها إلياس؟ دابا 9:30. 9:30، يعني خصنا نحددوا شحال غيكون التوقيت اذا ضفنا ل 9:30 نصف ساعه. جيد سناء، العقرب اللي هو قصير يعني العقرب ديال الساعه فين كيتجه لنا هنايا؟ في التاسعه. اذا انتبه مزيان، هو ما بين التاسعه والعاشره، يعني دازتنا على 9:30 ساعه. والعقرب ديال الدقائق اللي هو هاد الطويل فين كيتجه؟ إلى 6. لا تبه سناء،
اذا هنا شحال كيكون عندي من دقيقه؟ اذا هنا كيكون عندي 30 دقيقه واللي هي كنعبروا عليها بنصف ساعه. جيد. والان اذا ضفنا التاسعه والنصف نصف ساعه، نعم سلمى، شحال غيولي لنا التوقيت؟ 10. جيد سلمى، اذا كما كتلاحظوا العاشره. بهذا تكون حلقتنا ديال اليوم وصلت النهايه ديالها. كنطلب منكم تعاودوا تشاهدوا ضمن هذه الحلقه هذه على قناه السادسه او بواسطه الانترنت على الرابطين اللي كيظهروا امامكم على الشاشه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.